فضاء عام إلى فضاء ذكي، وحديقة الرياض بحي الرياض. وتحية أيضا إلى سفراء المقاطعة الخضراء، 30 شاب من المعاهد العليا. هذه التظاهرة هي مهرجان ربيع أجدال الرياض في دورته 11، وقد اخترنا تيمة معينة وهي المدن الذكية، يعني المدينة الذكية بيئة الإنسان المبدع. فهذا المنظور هذا ينخرط في الرؤية الشاملة لأعضاء مكتب مجلس مقاطعة أجدال الرياض، ونجعلها توافق التنمية المستدامة. فمن بين المحطات الهامة في هذا المهرجان هي هذه الندوة التي ستجري أطوارها الآن، والذي هي فضاء للالتقاء ما بين صاحب المعرفة وصاحب القرار، حتى ينزل سياحة يصير صاحب القرار ينزل سياسات راشدة ومدروسة على أرض الواقع. واللوحات التي تحيط بهذا المكان هي دراسة لمجموعة من طلبة المعهد الوطني للهندسة المعمارية، والتي هي تشكل تحويل لفضاء عادي، فضاء عام، حديقة، إلى فضاء ذكي بكل المواصفات. تنظيم هذا اليوم حول المدن الذكية يندرج في إطار يعني النسخة 11 لمهرجان أجدال الرياض، الذي اعتادت هذه المقاطعة تنظيمه سنويا. واختيار هذا الموضوع جاء للاستجابة إلى إحدى التحديات الكبرى. نحن نعلم أن أكثر من نصف ساكنة العالم وأكثر من 60% تقريبا من ساكنة المغرب هم يستوطنون في المدن، وهناك تحديات على مستوى النقل، تحديات على مستوى الخدمات للمواطن، تحديات على مستوى البيئة، تحديات على مستوى التعمير والبناء. وبالتالي فإن عقد هذا المبادرة أو حول هذا الموضوع هو بمثابة تبادل الرأي حول التجارب الناجحة من أجل استدماج ما يعرف بالذكاء الحضري أو الذكاء في مجال التدبير، بالإضافة إلى مفود المدينة المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين الحكامة. وبالتالي المدينة الذكية هي استدماج التكنولوجيات الحديثة من أجل حكامة جيدة، ومن أجل الاستجابة لحاجيات المواطن، ومن أجل الأخذ بعين الاعتبار قضايا البيئة وقضايا التغيرات المناخية في مسألة النقل، في مسألة البناء، في مسألة العمارة، في مسألة ما يسمى بإطار عيش المواطن.